السلام عليكم الخوت. هذا النهار غادي نهضروا على هشام الملولي، باسكو الخوت يا بزاف نتاع الناس، بزاف نتاع القحبات، نتاع القحبات عايشين في المغرب، عايشين في المغرب، بغاو يردوا هشام الملولي، بغاو يردوا هشام الملولي، واحد الانسان شطحه استاذ، بغاو يردوه قحبه حاشاكم. باسكو الخوت، باسكو الخوت كاع هذوك الناس، كاع هذوك الناس اللي في المغرب، ما باغينش يخليو هشام الملولي، باسكو هشام الملولي واحد الانسان كيدير فو كونتاكت، كيك بوكسين، كاراتي، فري فايت، الكومبا نتاع الشوارع، اكستيرا اكستيرا. باسكو الخوت جيسبليك بور فو ان تروك، باسكو الخوت هشام الملولي واحد الانسان يلم ادغوات اغوش، فهمتوا الخوت؟ باسكو في المغرب كاع هذوك القحبات اللي عايشين في المغرب بغاو يردوا هشام الملولي يدير الماكياج، جي با يولي قحبه حشاكم. باسكو الخوت جيسبليك بور فو ان تروك، هنايا فرنسا الخوت ما كاين ادغوات اغوش، اميما فو كونتاكت، كاراتي، فري فايت، لي كومبا نتاع لا رو، استاذ هنا في فرنسا الخوت ما كاينش بلاصه بالقحبات، هنايا كاينين الرجال. في المغرب هشام الملولي واحد الراجل كبير كيعرف بزاف الحوايج، كاع في المغرب، كاع هذوك القحبات اللي عايشين في المغرب ما بغاوش يخليو المغاربه يوليو سبورتيف، بغاو يردوهم قحبات حاشاكم. هنايا الخوت فرنسا جي بلو بوفو ان تروك، ما كاين ادغوات اغوش ان بلاس بور لي بوت ان فرانس، يا با مي يا كو دي بونوم اي دي راجل. هادشي خوت اللي بغيت نقول لكم خوتي، بغيت نقول لكم واحد الحاجه، هشام الملولي واحد الانسان يعرف بزاف الحوايج. هشام الملولي كاع هاد الناس اللي باغين يطيحوه، كاع هاد الناس اللي باغين يديروا الباز عليه باش يطيحوه باش يردوه قحبه، عمرو ما غادي يطيحوه. هنايا في فرنسا رانا مع خويا هشام الملولي، بزاف نتاع الناس رانا نشوفوا كاع الفيديو نتاع هشام الملولي. خوتي نقول لكم واحد الحاجه، هشام الملولي راه راجل ماشي قحبه، هادوك كاع هادوك القحبات اللي باغيين يدبروا على المشاكل بهشام الملولي جامي فا اريفي بوغ، باسكو سي كو دي بوت اي سي كو دي سالوب. هاد الشي خوتي اللي بغيت نقول لكم، خويا هشام الملولي نقول لك واحد الحاجه، رانا معاك، فورس ا توا اي دون لو ماكسيموم دو توا، باسكو كاع راهم باغيين يطيحوك، باسكو انت خويا هشام الملولي وريهم نتاع علاش قاد. هادشي خويا هشام اللي بغيت نقول لك، باسكو خويا هشام الملولي نتايا النيفو ديالك هوتو مع بنات القحاب، طلع النيفو ديالك يوريهم علاش قاد خويا هشام الملولي. راك انا عارف ان خويا هشام الملولي توا ديكوم تو الموند دي باتات ا دروات ا غوش، خويا هشام الملولي وريهم علاش قاد انت، باسكو الخوت
j'explique pour vous un truc. Il y a beaucoup de personnes au Maroc, des petits putes, des petits salopes. Ils cherchent pour Hicham Loli. Ils commencent à faire du maquillage. Il vient un danseuse avec un jupe, etc. Khoya Hicham Loli, nqoulk khoya Hicham Loli واحد حاجة. هنا في فرنسا خويا هشام اللولي عندك حلم ديالك باغي دير كومبا مع ريكو. ربي يحلك الابواب وربي يسهل عليك في اي وقت ان شاء الله. خويا هشام اللولي نهار خويا هشام اللولي غادي دير الكومبا مع ريكو ما كانش هذيك الهضره نتاع حبيبي ام هادي ما كاينين ادغوات اغوش اعطيه ويعطيك. هادشي خويا شمل خويا شمل اللي بغيت نقول لك يا ربي يوسع عليك. يقع هذوك القحبات اللي بغاو اللي يجيو يديروا عليك البوز, يقع هذوك القحبات اللي باغين يطلعوا عليك اللايف ديالهم, خربقهم اخويا هشام, ما تعطيهمش الوقت. يقع هادوك اللي باغين يديروا البوز عليك, خربقهم ادغوات اغوش. خويا هشام عند تعرف الاميما كاراتي فو كونتاكت فري فايت باغار نتاع الشوارع الكومبا نتاع في الدرب, خربقهم اخويا هشام, اعطيهم اخويا هشام. باتك اخويا هشام, نقولك خويا هشام واحد الحاجه, والله خويا هشام يا خويا هشام والله العظيم شفت الكومبا ديالك, والله خويا هشام ان بون نيفو دو توا ربي يسهل عليك اونكور. خويا هشام يا با لي كان يا با الحنان يفيان كان كوم سابور توا, خربقهم اخويا هشام ادغوات اغوش, اعطي الطبون ماتهم ما يستاهلوش اخويا هشام, اعطي الدين ماتهم وريهم على مشقاد ادغوات اغوش يا دين امك وريهم يا خويا هشام راك تما. بس عليك على بروشان فيديو.